السلام عليكم أخواتي الكائمات في قناتكم قناة جمالكم من الطبيعة. نتمنى يلقاكم هذا الفيديو وأنتم بأحسن حال، أنتم والعائلة والأصدقاء والأحباب. اليوم جبت لكم أخواتي الكائمات واحد الوصفة ديال تنظيف الرحم، لتنظيف الرحم يعني. فهي هذه العشبة هذه جد جد ممتازه، وتعودوا عليها الناس بزاف ومجربه يعني، وجربوها بزاف ديال الناس، وانا بنفسي اني جربتها يعني. ما نعاود لكمش عليها هذه العشبه هذه يعني، الا شتوها ما غاديش يعني هذه الهضره اللي تنقول لكم غادي تصدقوها يعني. هذه العشبه هذه فهي ما ايوا ولا من ريوتا ولا يعني، نتوما شوف على حسب المنطقه اللي عندكم شنو تقول ليها يعني. هذه هي العشبه يعني، فهي جد 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 ممتازه، و يعني لايقه بزاف ديال الحوايج. فهي المنافع ديالها فهي متعدده، ما نعاودلكش، ما لا تحصى لا تحصى لا تحصى، المنافع ديالها لا تحصى يعني. اليوم الوصفه ديال اليوم وهي لتنظيف الرحم، لتنظيف الرحم يعني. هذا العشبه هذه تنشدوها اختي الكائمه وتنغسلوها حقاش يكون فيها التراب وهذا، وتنغسلوها مزيان، تنغسلوها تنديروها في واحد الكاس، تنزيدوا عليها الماء طايب يعني، فاش حتى تيطيب مزيان تنزيدوا عليها الماء جهدها بحال ما هذا الجهد هذا يعني، المقياس ديال جوج ولا ثلاثة ديال بحال ما هكا. هادشي اللي غادي نوضعو في الكاس، فاش نوضعها في الكاس تنزيد عليها قلت لكم الماء الطايب، وتنخليها شي ربع ساعة هكاك يعني، تتنقل داك الجهد ديالها في الكاس، وتنشربها على الريق يعني. فاش تنوض الصباح بكاي وتنشربها وتنجلس واحد نص ساعة عادة تنفطر، وفي العشية فاش نبغي نعس عاوتاني كذلك تندير نفس العملية وتنشربها وتنعس. فهي ما نعاود لكمش تنظف الرحم واحد يعني مزيانة مزيانة بزاف أخواتي. ما تبخلوش ما تبخلوش، ما هذه خصكم تكون عندكم في ضياكم، هذه مزيانه. وحتى اللي عنده السكر يعني تتنزل ليه هذاك السكر، داك النسبه ديال السكر، حتى اللي عنده السكر يعني. انا هذه ديال تنظيف رحم، انا هذه جربتها، هذه ما نعاود ليكش عليها. وتنتمنى توقكم الوصفه ديالي اخواتي الكائمات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسبحان الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.